في احتمال أن الشيخ ذيابة بن عيسى الجد الأكبر لسادة حكام أبو ظبي، أن ذيابة بن عيسى بنى برجا، لماذا؟ لأنه اتخذت أبو ظبي عاصمة. المرحلة الثانية شيخ طحنون ابن شخبوط، هذا في عام 1800 تقريبا و30 ميلادي، كان في الوثائق البريطانية أنه كان يسكن في بناء حجري. نحن نتوقع أن المربعة الموجودة في داخل القصر في يومنا هذا هي كانت مسكن. لكن نجي إلى البناء النظامي. البناء النظامي بني في مرحلتين، مرحلة بناها الشيخ سعيد ابن طحنون، ثم لما حكم الشيخ شخبوط ابن سلطان آل نهيان، قرر الشيخ شخبوط شقيق الشيخ زايد رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناتي أن يبني قصرا يحيط بقصير سعيد ابن طحنون بأربع مرات. إن الذي يتكلم عن زايد ابن سلطان آل نهيان يجب أن يعرف كيف يتكلم عن فلسفة الحكم. زايد مو ظاهرة أنه ها احنا كنا والله فقراء واصبحنا أغنياء، كانت أبو ظبي ما بها طرق، الآن طرق، الآن عمارات، هذا صحيح. لكن الأصح منه بالنسبة إلى زايد بن سلطان آل نهيان هو بناء الإنسان، تجديه بين الناس. فإذا انتهى من هذا زار واحد من ربعه، قعد تغدى وياه، راح عرس بالليل بيده السيف والعرضة والعيالة والذي سوى قائد ميداني. القصور والقلاع هذه تبنى رمزا للعزة، رمزا للفخر.